خبير في الدفاع النووي الألماني، مدير قسم المعلومات بحلف الناتو، وسفير ألمانيا في المغرب والجزائر، يكشف في مذكراته كواليس حرب التحرير الجزائرية ويوثق ما رآه من جرائم الجيش السري الفرنسي. التلفزيون العربي يبحث في مذكرات المفكر والدبلوماسي الألماني مراد هوفمان، كيف غيرت تجربته في الجزائر حياته، ورؤيته التقدمية للفن الإسلامي كيف قادته للإسلام، ولماذا شنت عليه مكينات الإعلام الألماني حملة شعواء بعد كتابه الإسلام كبديل. شهادة الدبلوماسي الألماني مراد هوفمان في مذكرات، الخميس 9:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.